دلوقتي احنا لسه عندنا كلام كتير في الرياضة وعندنا موجز لأهم الأخبار الرياضية مع لميا. تفضلي يا لميا. شكرا لك منى، بصبح عليكم مشاهدينا مرة تانية وأهلا بيكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. مسؤول نادي سموحة نجح في الحصول على خدمات مصطفى سعد ميسي لاعب الأهلي لمدة موسم جديد على سبيل الإعارة، وده بعد المستويات المتميزة اللي ظهر عليها اللاعب في الموسم الحالي. كمان نادي سموحة أعلن التعاقد مع اللاعب المغربي عبد اللطيف بن قسوة ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد، ونشر الحساب الرسمي لنادي سموحة عبر الفيسبوك صور للاعب مع مجلس إدارة سموحة. البرازيلية ناتاليا بطلة العالم في التاج بول حرصت على زيارة الأهرامات بعد المشاركة في النشاط الترفيهي الرياضي في مهرجان العالمين في دورته الأولى العالم عالمين، ونشرت ناتاليا صورها في الأهرامات بالجيزة عبر صفحتها على الإنستجرام. الدولي المصري عمر مرموش مهاجم أينتراخت فرانكفورت الألماني انضم لمعسكر الفريق التحضيري المقام حاليا، وده استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2023-2024. خلصت نشرتنا الرياضية، ومرة تانية نرجع لمنى ومصطفى نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لميا.